تعادل سلبي بدون اهداف في الشوط الاول بين الاهلي وشباب بلوزداد في شوط متوسط المستوى، كان النادي الاهلي هو الاخطر طبعا على المرمى، اتيحت ثلاث فرص مؤكده للنادي الاهلي في الشوط الاول ولكن لم يتم استغلالها استغلال جيد. نامل ان شاء الله الاستغلال يكون جيد من النادي الاهلي ونخرج بالثلاث نقاط. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي في شوط اول غابت عنه الاهداف فانتهى بالتعادل السلبي، ده اللي كناش عايزين نروح له بالزبط. السيناريو كده بقول لك احنا بنقول مش عايزين يسرسبونا عشان يوصلوا اللي هم عايزينه وخاصة في الشوط الثاني يعني. ولكن عايز اقول لك حاجه، انت اللي موجود في الملعب وانت اللي بتروح بالزبط. على الجول كل لعبه وهم بيتفرجوا عليك ومستنيين الجول، كل فرقه بتلعبها مستنياك انت تخلص المهمه. اهو بيزحموا معاك في ال 18 وبيعملوا وبيطفشوا وبيجلهم الكره، هم الميزه الوحيده فيهم ان هم عندهم بعض الهدوء، يعني لما بتجيله الكره مش متصارعة زي الفرق الثانيه وبتطفش، ده بيدوروا على بعض وبيبصوا على بعض وبيحاولوا يعملوا هجمه متقنه يكون ليهم وجود معاك في المباراه وفي الناحيه الثانيه عندك يعني. انت الاسرع، انت المستحوذ، انت كل حاجه. انا عاجبني كام لعيب النهارده، حاله ديانج كويسه قوي بدنيا يعني، واللعيبه كلها بدنيا كويسين. حسين الشحات عنده مهام كتير قوي ولكن اللمسه الاخيره هي اللي عندنا كلنا، اذا كان بالنسبه للكهرباء برضو حاول كام محاوله كويسه قوي. بيرستاو جاله هدف صريح يعمل تشيب بس من تحت كده، الكره تروح نطه في الجول سهله جدا. فجالك اهداف وجالك فرص، جالك فرص بتلعب ومسيطر وعندك روح وعندك تركيز وعندك كل حاجه كل ده، ولكن التاتش الاخراني بالظبط اللمسه الاخرانيه اللي هي بتوصلك لمرحله هتفكر بقى ها في قفشه يطلع وينزل امام عاشور، انما كان بهدف الميكانيزم بتاعك كان شغال كويس قوي. حتى قفشه بيروح على الجول وبيروح لغايه ال 18 ولعب كوره شاطها، لو كان ده لحسين الشحات هو جول، لو شاطها في الزاويه الثانيه اكنها ضربه جزاء هدف يعني. اللعيبه كلها على واقفين على رجليهم يعني، اللعيبه كلها بتادي صحيح، ولكن مباراه زي دي انا بعتقد ان انا ممكن تخطف جول، اروح لاسلوب المجازفه اللي هو تغيير من ديفندرز بتاعه ونزود اربعه في نص ملعبنا وثلاثه قدام. ما عندكش حاجه، لازم تكسب النهارده لان الفريق اللي قدامك بيحاول يمتص الحماس بتاعك. قصدك تلعب 3 4 3؟ العب 3 4 3 وفي نفس الوقت ما انا لما الكره بترجع عليا في عندي لعيب من نص الملعب يقدر يعوض لي القصه دي كلها. طيب بيحضرنا الان كابتن ناصر عباس للحديث عن حاله تحكيميه في الشوط الاول. منورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي، تحياتي لكم الكبار كابتن شريف، كابتن اسامه، كابتن عادل، كابتن بلال. نور كابتن ايمن، حتى لو الدنيا مقفوله مفيش اجوان، انا كحكم ماليش اي علاقه بالمباراه غير ان انا احسب المخالفات. انا عندي في دقيقه 12 صفر على مخالفه بعد مخالفه اللي هو الفاول اللي حسبه على ياسر اللي هو حاطط رجليه في مخالفه تسبق قبلها لعبه ياسر. بقول ركله جزاء صحيحه يا كابتن ايمن حسين بدون مجامله على وينبا اللي هو رقم اللي هو اللاعب الكاميروني، الكره بتيجي من حارس لايديه المفروده وركله جزاء مفيش فيها كلام اللي هم اعترضوا عليها. قال انا معايا حتى الصوره هنا لو معايا الماتيريال ركله جزاء مفيش فيها كلام. ودي مشكله الفار يا كابتن ايمن، احنا قلنا صح لو الفار موجود لابد يجيب الحكم. الايد مش وضع طبيعي، الايد مكبره الجسم، الكره جايه من الحارس بس هنا الايد يا كابتن دي لو الفار موجود ركله الجزاء مفيش فيها كلام. يعني عارف لو كان اللاعب دوت لعب الكره يا كابتن لعبها وجت في ايديه هقول لك ماشي ما تحسبش، ولكن هي الكره بتيجي من ايد من الحارس لايديه المفروده اللي هي خارجه واخده حيز من الجسم ركله جزاء في الدقيقه 12. طب حلو حسين الشحات يا كابتن، نعم المراوغه بتاع حسين الشحات اللي عطلوا فيها هو بقى في الجون يعني دي كان شايف هنقول في تنافس فيها في تنافس، ولكن دي ما فيش فيها فصال كابتن ايمن صحيح. دي ما فيش فيها فصال، دي لو الفار موجود ركله جزاء صحيحه لم تحتسب في الدقيقه 12 يا كابتن ايمن. انا بقول النهارده الفار مش موجود، الحكم الكيني وابيرو كماكو يحرم الاهلي من ركله جزاء صحيحه في الدقيقه 12. ده انا بقول الكلام ده، والركله الجزاء ما فيش فيها اجتهاد، لكن الايد طالعه الكره بتيجي من الحارس لايد اللاعب المدافع
مفيش فيها اجتهاد، هو ما شافهاش على فكره. ايوه لان هو حسب المخالفه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ مظبوط، اللي هي كانت ياسر ابراهيم اللي هو عمل ابراهيم فيها مخالفه. صحيح. للاسف الشديد، واحنا قلنا الكلام ده، عدم وجود الفار في الادوار ممكن يعمل مشاكل كابتن فايز. صحيح. اشكرك. شكرا جزيلا يا كابتن، شكرا جزيلا. طيب كابتن اسامه، سريعا الشوط الاول كان النادي الاهلي هو فيه الافضل. ولكن لم تستمر الفرص بشكل جيد. في سرعه حركه في الفرقتين وخاصه من النادي الاهلي، وفي وصول للمرمى يعني في اربع فرص كان سهل نجيب واحده منهم. واحده الكهرباء الرامي عملها بالراس مشيت جنب العارضه، واحده من حسين الشحات عدى من الشمال كهرباء اتبرجلت في رجله كان سهل يحطها في الجون، انفراد لبيرسي تاو تماما حطها في ايد الحارس. حسين الشحات برضو في واحدة تاني انفراد لكهربا برضو حطها في ايد الحارس. ففي ثلاث اربع فرص هي اللمسة الأخيرة مش موفقين فيها. بس كل الحذر لان فرقة شباب بلوزات بينقلوا كويس قوي في نص الملعب وعندهم سرعة. صحيح. وجالهم ثلاث ضربات ثابتة كان في اتنين فيهم خطيرين يعني كان ممكن يستغلوها، فناخد بالنا بس من الهجمات المرتدة اللي علينا ان شاء الله. كابتن عادل سريع على رؤيتك الفنية لعلي الصوت. يعني كلمتنا يا كابتن قبل الماتش، قبل ما نبدا الماتش قلت لي السيناريو، قلت لك ان هيتاخر الاهداف لان هم بيعرفوا يقفلوا كويس قوي، قلت لك ان هم بيروحوا للسيناريو الاصح اليوم. اذا اردت ان تحول المباراه وتكسب المباراه لازم يحصل تغيير ما بين الشوطين. اول حاجه لازم امام عاشور يبقى في الملعب حالا يعني، والتغيير انا مش مع تغيير قفشه مع مكان امام عاشور، انا مع تغيير ممكن مروان عطيه ويلعب ديانج جنبه قفشه، يعني احنا في الحته بتاعت الزياده العدديه بتاعتنا نبقى افضل. والحاجه الثانيه المهمه قوي لازم يبقى عمرو السوليه ليه دور بعد ما بعد ديانج كمان. صحيح. كابتن بلال الشوط الثاني وماذا سيحدث؟ الشوط الثاني يا كابتن انت محتاج تضغط اكتر، تكثف الضغط اكتر، محتاج تستغل الكرات العكسيه بشكل كبير جدا. هم بس عندهم عشوائيه في التمركز. صح. عشوائيه واضحه جدا جدا، انت كل الكرات العكسيه انت واخدها، مطلوب استغلال الكرات العكسيه اللي انت اللي بتجيلك تشتغل عليها كويس، لان انت خلاص مره بتروح وبتتاخر في العرضيه، مره بتروح بتحاول ترقص، يعني انت اللعيبه واضح ان مش واضح هم عايزين ايه في اللمسه الاخير. مهم جدا استغلال الحته دي، مش عايزين الماتش يروح فينا مثلا للدقيقه 70 وانت لسه ما سجلتش هدف. مشكله هتقابلنا، مشكله هتاخد بالك في نقطه مهمه جدا في النهارده في الماتش، هم عندهم نص ملعب مميز جدا. صح. جدا تمام، الثلاثه او الاربعه عندهم بالظبط مميزين جدا جدا. لو اضطريت تروح لسيناريو انك تشيل مثلا ديانج وتنزل وتنزل السوليه وتنزل امام عاشور على حسب، خد بالك هيبقى عندك مشكله، هيبقى عندك مشكله كبيره جدا في حته امتلاك الكره في نص ملعب وحته الضغط. وخد بالك والتحول السريع، انت النهارده الى حد ما واقف على رجلك عشان بتلعب باتنين ميدفيلدر 6-2. طب ايه الحلول اللي على الدكه اللي ممكن يلجأ لها مستر كولر؟ خد بالك انت ماشي كويس. كويس. مش ماشي وحش، انت استغلال الفرص هو ده المهم بالنسبه لك. صحيح. مش التغييرات السريعه، يعني انا عايز استغل الفرص اللي بتتاح لي او اللي اتيحت ثلاث اربع فرص كان ممكن تسجل بيهم هدف ما سجلتش هدف. فانت المهم بالنسبه لك قبل ما تفكر انك تغير انك تسجل لما تجيلك فرصه ثانيه الشوط الاول، يعني لازم تضغط بشكل كويس عشان تقدر توصل انك تسجل هدف. خد بالك برضو في نقطه مهمه جدا، التصويب يا كابتن ايمن. مظبوط. الحارس واضح انه ما بيروحش على ولا كوره من اول الجيم، مفيش جنب العارضه. صحيح. تحت العارضه ما بيروحش ولا كوره، ما بيحاولش. فمطلوب ان انت يبقى في تصويبات الشوط الثاني من بعيد، حتى ممكن الكره ترتد ويبقى عندك فرصه للتهديف. مظبوط. فدي مطلوبه بشكل كبير جدا الشوط الثاني عشان يبقى لنا نصيب ونقدر نقول. اتمنى ان هو يفكر في كريم فؤاد شويه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.